مشاهدينا نستضيف الآن في فقرة ضيف البروفيسور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية للحديث عن القمة الأفريقية الأمريكية المنعقدة بمراكش في دورتها 14. مرحبا بكم بروفيسور بن حمو. مساء الخير عبد الله. بروفيسور بن حمو، بأي عين تنظر الولايات المتحدة اليوم إلى أفريقيا؟ هل بعين الشريك الموثوق وتبادل المصالح معه؟ هل لها مقاربة اليوم في إرساء شراكة رابح، أم ربما فقط استعادة النفوذ من قوى أخرى؟ أكيد عبد الله بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى إفريقيا اليوم أولا على أساس أنها أحد المخازن والخزانات الأخيرة والكبيرة للثروات الطبيعية، وعلى أساس كذلك بأنها سوق لا زالت يعني لم يتم استكشافها بالكامل، وبالتالي توفر الكثير من الفرص الاقتصادية والتجارية، وعلى أساس كذلك أنها حلبة للتنافس، ولا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تظل غائبة عن التنافس الدولي الحاضر والقائم بالقارة الإفريقية. فأكيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد أدارت ظهرها للقارة الإفريقية مع انهيار حائط برلين ومنذ يعني تسعينيات القرن الماضي، ولاحظت الحضور القوي والمكثف للعديد من القوى الناشئة خاصة يعني الصين، وكذلك عودة روسيا وتواجد الكثير من الدول بهذه القارة، فهي اليوم ببراغماتية كبيرة تحاول يعني الحضور في إفريقيا من خلال هذه البوابة. يعني نظرة هي فقط يعني براغماتية بروفيسور بن حمو، لأنكم قدمتم يعني نظرة كلاسيكية يعني تتقاسمها كثير من القوى، إفريقيا خزان بشري هام، إفريقيا خزان الثروات الطبيعية، سوق كبيرة، فرص، حلبة للتنافس. هل فقط هذه هي الرؤية الموجودة اليوم؟ أكيد بأن هذه يعني معطيات وعوامل حاضرة وقائمة، ولكن هي في نفس الوقت مجال من جهة احتواء بعض الخصوم على الساحة الدولية خاصة الصين وروسيا، وكذلك عدم ترك المجال يعني فارغا. لاحظنا بأن بعض القوى التقليدية التي كانت في القارة الإفريقية خاصة الأوروبية عرفت تقهقرا وتراجعا كبيرا، وأصبحت يعني صورتها غير يعني مشوهة إلى حد ما، وأصبح وجودها يلاقي الكثير من الرفض من طرف يعني ساكنة العديد من الدول. نعلم جميعا بأن يعني في حرب التأثير والتأثر هذه، وفي حرب المواقع نعلم بأن يعني بعض الأطراف الدولية الأخرى المنافسة تلعب أوراق للمس بمكانة وبسمعة وبصورة بعض الدول خاصة يعني التقليدية. فالولايات المتحدة الأمريكية هي اليوم واعية بأن استمرار غيابها عن إفريقيا لا يمكن فقط أن يكلفها يعني من الناحية الاقتصادية والتجارية، ولكنه سياسيا واستراتيجيا كذلك هو غياب غير مقبول. صحيح. بروفيسور محمد، دورة مراكش بهذا الحضور القوي لعالم الأعمال الاستثمار بالتأكيد هي نتيجة لتطور العلاقات المغربية الأمريكية، وهي أيضا معطى هام. هناك رؤية ملكية للقارة الإفريقية ودور المغرب في تطوير هذه القارة اقتصاديا إلى جانب مجالات أخرى. ما دلالات انعقاد هذه القمة في المغرب في مراكش؟
أكيد عبد الله بأن انعقاد هذه الدورة 14 بمدينة مراكش التي أصبحت قبلة كما هو المغرب اليوم للعديد من اللقاءات القارية والدولية المهتمة بالقارة الإفريقية. فهذا اللقاء الذي يجمع بين قيادات حكومية وكذلك يعني العديد من المسؤولين ومن الرائدين على المستوى الاقتصادي والصناعي سواء بالولايات المتحدة الأمريكية أو بالقارة الإفريقية. إذن هذا اللقاء يؤكد من جهة الدور والمكانة التي للمغرب اليوم بالقارة الإفريقية. فالمغرب هو فاعل تنموي كبير بالقارة الإفريقية، والمغرب اليوم هو ثاني دولة إفريقية مستثمرة بالقارة الإفريقية وأول دولة إفريقية مستثمرة بمنطقة الغرب الإفريقي. والمغرب حاضر اليوم بشكل واسع ونسيجه الاقتصادي والتجاري حاضر بشكل كبير، كما أن عدد الاتفاقيات التجارية التي تربط بين المغرب والدول الإفريقية يتجاوز 1000. فبالتالي المغرب اليوم هو في المعادلات المرتبطة بالقارة الإفريقية رقم يعني لا يمكن تجاوزه. وبالتالي نحن من جهة أمام الدور الذي يلعبه المغرب كقاطرة للدول الإفريقية، وكذلك النموذج الذي يقدمه المغرب من خلال نجاحات يعني اقتصادية وتجارية وتنموية مغربية التي تشكل يعني نموذجا افريقيا لافريقيا. ومن جهة اخرى يعني المغرب هو يقوي دعامة التعاون جنوب جنوب، ويقوي كذلك يعني المنظور الذي رسمه جلالة الملك وهو يعني التعاون الثلاثي، حيث اننا من خلال يعني هذا الفضاء نحن أمام تعاون أمريكي مغربي إفريقي. وبالتالي هذا يعني خير دليل على الاعتراف بمكانة ودور المغرب سواء من الجانب الإفريقي أو من الجانب الأمريكي. وأنتم تتحدثون بروفيسور عن معادلات المغرب في إفريقيا. من نصر بوريطة وزير الخارجية قال إن الأقاليم الجنوبية للمملكة باتت اليوم مستعدة ومؤهلة لتكون منصة اقتصادية للولايات المتحدة نحو القارة الإفريقية عبر طبعا بوابة الأطلسي. ماذا وراء هذا التصريح في قمة مراكش وبهذا الحضور الإفريقي الوازن؟ كان موجه للأمريكان أم للأفارقة أم لهما معا؟ لهما معا ولغيرهما كذلك. فهي رسالة لمن له يعني القدرة على استيعابها ليعلم بأن يعني هذه التنمية القوية التي يعرفها المغرب وهذه البنيات التحتية الكبيرة والاستراتيجية التي أهلت يعني المغرب في مناطق عدة وخاصة يعني في الأقاليم الجنوبية أمام ميناء الدخل المتوسط الأطلسي عفوا، او كذلك يعني المشاريع الكبرى التي تعرفها المنطقه. فنلاحظ استمرار فتح القنصليات، وفتح قنصليه طوغو اليوم يعني هو دليل على ان مسيره فتح القنصليات هي في بدايتها، وانها يعني تؤكد بان يعني الحل السياسي وبان اوهام خصوم المغرب قد اقبرت والى لا رجعه. فبالتالي هي فعلا إشارة إلى أن المغرب الذي يعتبر يعني بوابة ويعتبر كذلك فاعل، هو ليس فقط يعني مجال للدخول ولكن هو مجال من جهة، وهو فاعل كذلك رئيسي ومن خلال ما تعرفه يعني الأقاليم الجنوبية من تنمية كبيرة جدا، ومن خلال البنية التحتية القوية تمكن من أن تكون يعني الأقاليم الجنوبية منصة للولايات المتحدة الأمريكية ولغيرها لولوج إفريقيا، وكذلك هي جسر نحو يعني العمق الإفريقي بالنسبة لهذه الدول. بروفيسور محمد بن حمو رئيس المركز الأطلسي رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أشكرك جزيلا الشكر على هذه المشاركة معنا.